عصام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي ريتروفيزور على تونس تي في لاشين كيمون. تول سويت نمشيو لشوفيان لديتو. قبل كانوا ناس يقول لك نحب نعبر، نعبر. تقول لك نحب نعرف. باسكو ثما فلو دانفورماسيون كبير ياسر. لا سوسيتي دانفورماسيون خلقت دي طرود موجودة من العباد مانيش فاهمة. يحبوا يفهموا العباد شنو صاير. أور اليوم في تونس عندنا مشكلة نتاع فهم. أحداث تصير وتتعدى هكاك. لحد الآن ما نعرفوش صار في 14 جانفي 2011، ما نعرفوش صار الوقت البارح في القصرين. لحد الآن تساؤلات وتبدا لا سيبيوتاسيون، والآخر يقول لك قاتل عصفورة، والآخر يقول لك لا مصدر مأذون خالي، والآخر يعطي تصريح مسؤول حكومي ضد مسؤول حكومي آخر. عندنا مشكلة كبيرة نتاع إيصال المعلومة، أولا ثانيا تفسير المعلومة هذه. ما تنجمش تفسر إذا كان المعطيات ما عندكش ثابتة. قداش دامت العملية العسكرية؟ ساعة غير بوع، ساعة غير بوع، من اللي جاو من اللي بداو ما يخرجوا من الجبل ولا أطلق النار، ساعة غير بوع إي ولا لا؟ عائلة السيد وزير الداخلية أثناء الأتنطال الإرهابي وقت مشاو لدارو كانت موجودة ماهيش موجودة؟ المركز بالحق قريب أربعة تاع الحرس 4 متر والآخر 500 متر إي ولا لا؟ شكون مسؤول عليه؟ ما ثم حتى شيء، ما خرج حتى واحد قال لنا ثم حاجة، خرج شاز ديريكت الحكومة قال هذا شعب عظيم لأنه يواجه في كلاشينكوف بالأحجار، سي بيان بو إي داكوردو، لأنه في الحرب أون بيزوان دو سامبوليك. لكن مع نشي المعطيات الفاكتوال الأحداث كما هي متسلسلة ومش هذا برك. حكينا كلايمات على هليكوبترات يحبوا بيعهم فرنسيس لتوسب 700 مليار كذبنا أنها تقلت في باسم وزارة الداخلية. وشكون اللي قال كلام صحيح؟ سفير فرنسا في تونس عطا وقال هذه معلومات وانا جو سوبسوني ساكتين عليها على خاطر فيها دي دوسو دو تابلو فيها فلوس وفيها دي كوميسيون ماليه يمكن تمشي الاحزاب. عديد الاحزاب توا قاعده تعاني من ازمه ماليه قاعدين يسكروا في البيروات نتاعهم. لي زادمين نتاعهم اللي كانوا مجندينهم باش يسبوا العباد ما عادش موجودين. يغوتون ريفيوجي ديبول يعرض خدماتهم على ناس اخرين. علاش؟ خاطر خدموا معاهم بعقليه لي مارسونير. ما نساوش اللي قرطاج تحطمت اونتروتر على خاطر لي مارسونير نتاعها داروا عليها اثر تماما وعمل كارت حاربهم معناها في جهه خنقه الحجاج وحتى تقلبوا بعد حتى على ولده حنا بعد. وكانت الموقف نتاع المخسونير حاسم في معركة جامة زعما يسميها للعمى اللي هي بين برقو والكاف. يعني نحبوا نعرفوا شنو اللي صار بالضبط. مش هذا برك علاقتنا بالفامي، علاقتنا بالبنك الدولي، علاقتنا بالاتحاد الاوروبي، ثم ياسر حاجات ما عندناش معلومه. احنا دورنا كصحفيين باش نبلغ شنو الراي العام. ساعات اون بريس بوار لو فو بور افوار لو جوست مي ليسونسيال نحبوا نعطيو المعلومه باش الراي العام يعرف شنو اللي صار في البلاد. مرتين توا زيادات في ستيك زادوا مرة 10% ومرة 14%. عمري ما شفت حتى في ليكونومي دو غير وقت لينين في روسيا ما عملوش زيادة 25% في مواد استراتيجية كيما ستيك. يخرج بي دي جي نتاع ستيك في عوض اللي فصلنا هذا يقول يمكن نقصوا عليكم الضوء. كنا نسلفوا في الضوء للجزائر وليبيا توا يمكن نقصوا علينا الضوء. جاية مواسم وامتحانات وعروسات ورمضان وغيره. دونك ثم مشكلة كبيرة نتاع كوميونيكاسيون. تنجم تخدم بالكدا لكن ما تنجمش تعبر بالكدا على اللي موجود نتاع الخدمه نتاعك. كيما فيترينا فيها سلعه باهيه لكن الفيترينا الحانوت الفيترينا نتاعها مشومه خايبه. والا كيما تلقاها هي عندها سلعه خايبه والفيترينا تكون حلوه تنجم تجيب اللعبه اونتلوتر موجوده على مستوى الكوميونيكاسيون. دونك ماذا بينا باش الحكومه هذه تعطينا معلومات على مستوى الكوميونيكاسيون وما يتقلقوش وقت نعطيو وجهات نظر تكون تعبر على الراي العام الشعبي لانه احنا همزه توصل في اخر المطاف ما بين الرأي العام وبين السلطة. نقول للرأي العام اش عند السلطة ونقول للسلطة شنو الرأي العام. اليوم أكيد جدا ثم تغييرات قاعدة تقل على مستوى الحكومة على مستوى الاتصال يسميه في ناس معينين ثم يقولوا ثم ناس متحزبين من جماعة التروكا سابقا داخلين بحث الشيخ مهدي جمعة لأنه الشيخ مهدي جمعة مش كما كان في يدهم كانوا نهار 14 ديسمبر 2013 في الحنين جماعة التريكة جابوا واحد متاعهم وغاضبين جماعة المعارضة واحد مش راضين عليه. تو تقلبت الآية ولا اللي كانوا معارضة سابقا راضين عليه وجماعة التريكة غاضبين عليه كانوا ولا هو معارض لكن ما ينفيش وانه قاعدين يحطوا في جماعة من جماعة التريكة يحبوا يزرفوا في الاتصال ولا في هيئات اخرى. دونك ماذا بينا وانه رمان هذه يفركوها نهائيا والتوانسه يقول لك لو دروا دو سافوار. إلى اللقاء. ضيفنا الجمعة هذه قيادي في نيدا تونس سي محسن مرزوق. محسن مرزوق مرحبا. أهلا وسهلا. ألوغ أنت نعرفك تحب ياسر لو دروات سافار وتحب ياسر حرية الإعلام. هل أنه تراوى أنه اليوم ثم نقص على مستوى الكوميونيكاسيون غوفرمونتال؟ ثم نقص كبير ياسر واللي يظهر لي المشكلة الكبيرة أنهم يتصوروا النقص هذا هو عملية علاقة بالصحفيين. هما ناسين انه ثم استراتيجيه سياسيه تعمل هي استراتيجيه الاتصال. دونك هي شنو هي الاستراتيجيه نتاعهم الساعه؟ واش يحبوا يقولوا للناس؟ ومن بعد ليك الاتصاليين يوصلوا الكلام هذا.
ظهر في برشا تو مثلا نخوذ انت مثلا تعبير السيد رئيس الحكومه اللي يقول شعب يضرب بالحجر في الكلاشينكوف ما يتهزمش، هذا يتقال على شعب فلسطيني كي قدام آلة جبارة. اما هذه الدوله هي عندها اكثر سلاح من 5 كلاشينكوف، دونك المفروض رئيس حكومه ما يقولش التعبير هذا، لان التعبير هذا يخلي الدوله كامله في وضعيه من نرمي في الحجاره على الارهابيين اللي هم المفروض اقليه. المفروض يتكلم باسم الدوله، يتكلم باسم الجيش، يتكلم باسم الشرطه، يتكلم بالحرس، الناس مسلحه، ناس قويه، دوله تواجه في مجموعه صغيره. هالكلام هذا مش اتصالي مش يقوله له، يلزم هو يكون عنده استراتيجيه في هذا الموضوع. المساله الثانيه الغالطه على مستوى الاتصال مش بالضروره الاتصال اللي يوصل المعلومه لاغلب الناس، ثم اتصال المعلومه لاغلب الناس ثم اتصال لصانع القرار. هل هذه الحكومه سياسه ادفوكاسي ولوبينج وغيره اللي هي تعرف شكون فاعل القرار السياسي الكبار احزاب رقابات وغيره وعندها سياسه اتصال دائمه معاهم ومتواصله وعندها مسؤولين ولا 3 ولا 4 في الحكومه يعملوا هذا؟ هذا هو اللي مش قاعد حاصل. لك علاش ديما الحكومه تلقى نفسها كي تعلن اعلان يخرج رئيس النقابه يقول مع البليش ورئيس حزب يقول مع البليش والى اخره، يلقوا روحهم نفسهم بعد ما يقولوا حاجه يحاولوا يبروها من جديد. السياسة الاتصالية هي استراتيجية بالأساس، وبكل أسف أنا نتصور أنه ثم برشا خدمة لازم تصير في هذا الاتجاه. باهي ملا نبداو شاريتي بيان أوردوني كومونس باغ سوا ميم، نبداو بكم أنتم. شو مشى يعمل في باجي قاسم السبسي في الإمارات؟ مشى هذا حد روح نهار الثلاثاء. الأستاذ باجي قاسم السبسي كما يعرفوا برشا من الناس معناها كان وزير خارجية تونس لسنوات طويلة وعنده علاقات كبيرة على المستوى الدولي، وهذه دعوة من قيادات إماراتية لكن في إطار شخصي وذاتي، مشى بحذاهم قعد يعني مدة، واعتقد انه كانت هو ما يتكلمش باسم رسميه باسم الدوله، ولكنه في كل الحالات معناها اعتقد انه كان ثم كلام على تونس لانهم الاماراتيين يحبوا يعاونوا تونس. ثم زاد كلام على الوضع الاقليمي، الاماراتيين ياسر متقلقين الوضع الاقليمي، وثم زاد العلاقات الاقليمي يعني ليبيا ليبيا ومصر وسوريا كلهم مع بعضه، هي كل هذه كلها مربوطه ببعضها، ما يحصل في ليبيا وفي سوريا وفي مصر يمس تونس والى اخره. وتعرف ان العلاقات التونسيه الاماراتيه بفضل جهود الرئيس موسى مرزوقي بكل اسف يعني بلغت درجه كبيره من السوء، وذلك علاش من المهم جدا اذا كان احنا ما عندناش رئيس دوله قادر يمثل مصالح تونس على الاقل ممثلين الاحزاب دبلوماسيه بديله يعني نعملوا دبلوماسيه تسمى الشعبيه، هي في الواقع اللي هي دبلوماسيه باش تحصل علاقات. وانا فهمت من الاستاذ باجي قائد السبسي انه المسؤولين الاماراتيين كانوا معناها عبروا على سعادتهم الدائم باش يعاونوا تونس، وما كانوا ديما يعاونونا وعمرهم ما تدخلنا في شؤوننا الداخليه، لذلك ما ثم حتى داعي نعملوا معناها عداوات مع اشقاء اللي احنا نحترمهم ياسر. انت يا مونكليون خاطر السياسي ديما جاوب، شنو هذيك تصويره توا؟ بتشوف انت مش موجود فيها ما انت ديما حاضر، شوفوا الصوره هذه مع بعضها بتحكي لنا شويه اذا تونس قاعد يقع فيه توا. فوالا الصوره هذه فوالا. شو خاطر من تبقى البيت انت كنت في اجتماع تحكيوا على هل ثم هيئه تاسيسيه نهار 15 جوان ولا لا؟ توا جيت من غاديك خارج انك تجري بالنسبه للميسيون هذه، بالضبط شو مش واقع في نداء تونس الان وهنا باش تعملوا مؤتمر تاسيسي ولا باش توصلوا هكا؟ شو اخر المعلومات؟ احنا ماشي نعملوا مؤتمر ما ثماش حتى شك في هذايا، حكينا فيه عنا تو اشهر وقررناه على خاطر مهم جدا قبل ما تدخل الانتخابات الوطنيه انك تعمل مؤتمر تحشد فيه القوى، المؤتمر هذا تقول شنو برنامجك المدى الانتخابي، شنو الاستراتيجيه نتاعك، توجه خطاب للشعب. ثم مرحلة مهمة وفات وبدات أخرى، مرحلة المقاومة من أجل إنقاذ تونس من اللي كان داير بها، هذه عملناها وقمنا بواجبنا فيها احنا وأحزاب أخرين، توا ماشي مرحلة ثانية، مرحلة شنو مش اقتراح لتونس كحزب ماشي للحكم ولا كحزب ماشي للانتخابات، هذه تطلب تعديلات، لازم مؤتمر يعمل هذا. في نفس الوقت ظهر أنه الحزب مع الكبر نتاعو هو، ثم ولات حالة نتاع كأنه توتر ما بين شكل القيادة ولا شكل الإدارة السابق وما بين الاتساع نتاع قاعة الحزب. يمكن يلزم شويه تروشيكات شويه تعديلات، وهذا يحصل بشكل عادي في كل الحالات. كي بتلاحظوا الاحزاب الكل في تونس تقريبا تمر بلحظات نتاع اعاده تعديل، النهضه نائبها امين العام مستقيل، رئيس الكتله نتاعها معناها البرلمانيه مستقيل، ثم جماعه خرجوا عملوا حزب واحد اخر، 39 نائب تمردوا على رئيسهم في شكون هي، هما زاد عندهم الخلطه نتاعهم. ما عندهمش محمد غلاني يدخل الحزب يعني. وما نعرفش بالكش ثم عندهم ليكيفالون معناها، لكن هو شنو معناها محمد غرياني؟ ما نعرفش محمد غرياني معناها هو مستشار رئيس الحزب ويدخل في اطار البنيه الكامله نتاع تونس، ثم فيه مجموعه كبيره من التوازنات هو واحد منهم. واحنا هالخلطه هذه اللي هي تعملت باش تعطي حزب جديد عصري اقرب منه الحزب الجبهه من حزب عادي كلاسيكي ذو طابع هرمي في السلطه غيره، اعتقد انه هل التركيبه هذه لازم نحافظوا عليها خاطر هيك كانت هي السر نتاع النجاح.
انت توا في التمشي في السلعات لاحظنا انك عامل كيما عملوا العرب تماماً الحيلة في ترك الحيل، ماكش في كلام، ماكش في انكورتري، ماكش في السلع، شوي فوق تخدم على الانستيتيوشنال، هذا خيار منك انت الانستيتيوشنال تاع الحزب بتاعكم. انا ما دخلتش لدى تونس وما شاركناش في تاسيس لدى تونس باش نعملوا عركات مع اكس ولا يغريك، احنا دخلنا لسببين، اول حاجه كان تونس في مرحله طلب الانقاذ وكان لابد نوقفوا فيها، وثانيا المرحله الثانيه اللي هي تتطلب ان نمشيوا للانتخابات المقبله، لذلك انا الهدف نتاعي وهدف الاغلبيه الساحقه في تونس هو هذا. الحقيقة السياسية الوحيدة اللي عندها معنى من هنا الخمس سنين الجايين، الوحيدة اللي عندها معنى هي ماذا ستكون نتيجة الانتخابات التشريعية المقبلة. اللي جاي مش يجيب نتيجة باهية يستطيع أن يقول ما يريد، وحتى واحد ما هو مش يقول له شبيه قال هذاك، واللي مش يجيب نتيجة سيئة يستطيع أن يحاول أن يقول ما يريد حتى واحد ما يسمعه. لذلك الآن إذا كان واحد ما يعرفش أنه هذا الهدف ويمشي له راهو غلط ياسر، وأنا هذا هو الهدف متاعي، واعتقد رئيس الحزب هذا الهدف نتاعو والاغلبيه الساحقه الهدف نتاعهم. من الممكن في لحظه من اللحظات البعض يقولوا لا نحبوا نرتبوا حكايه اخرى قبل الهدف هذاك، يغلطوا في تحديد الهدف الاستراتيجي وفي الهدف اللي هو الثانوي. احنا تعلمنا من صغرنا نفرق الفرق بين الهدف الاستراتيجي والهدف الثاني. الهدف التكتيكي. بالنسبه هل انتم راضين على اداء الحكومه الحاليه؟ وثم بعض الاصوات تقول عليه بعد الانتخابات ما توصلش هذه الحكومه. الحكومه الحاليه مازالت معناها يلزمها عمل احسن باش تكون قريبه من تنفيذ خريطه الطريق، ولكن ما حتى واحد ما ينكر انه ما يعمل في مجهودات وانه الموضوع صعيب ياسر، يعني ازمه صحيحه، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، عندهم أزمة أمنية خانقة تشوف فيها معناها اللي صار معناها أخيرا وعن الحرب ضد الإرهاب. حكاية أنه يبقى بعد انتخابات المقبلة هو مازال بكري لا محالة، ولكن معناها احتمال من الاحتمالات لما لا نتصوروهم أنهم ينفذوا خارطة الطريق وينجحوا في عملهم، ونتصوروا الانتخابات مثلا ما تجيبش نتائج معناها كافية لطرف أن يحكم بمفرده مثلا. ممكن هو الحكم مش معناها الحكم كان تشد معناها منوصف في الحكومة، أنت يمكن تحكم وأنت في البرلمان مثلا تعمل في القوانين اللي هي مش تثور البلاد، أنت يمكن تحكم ولازم تغادرش قال خلاهم الحكم خلاهم من السلطة يعني وهو شنو غلطة نتاعهم الترويكا؟ غلطتهم الترويكا أنه ممكن في وقت من الأوقات أنهم مشاو خذوا السلطة بشكل مستعجل، لازم الناس تخمم في الموضوع هذا. وعلاش بدنا نعمل انتخابات إذا كان نجموا ما نمارسوش السلطة من بعد؟ أنا قلت لك هذا اختيار من خيارات أخرى، إذا كانت الانتخابات جابتك نتائج اللي هي تجبرك على معناها بوضوح على ممارسة السلطة لازم تمارسها. لكن ثم برشا اشكال، علاش ثم ناس يقول لك علاش ما تعملش حكومه اتحاد تحالف وطني؟ هذا مثلا خيار اللي هو يمكن من الاحسن واحد يفكرش فيه. نعرفك تحب الشرق وتحب الخليج جدا، وعشت في الشرق مده طويله، تعرف اللي عندهم مفتحات احلى مفتحات، طال شوي باش نمشي توا اللب الموضوع، نبدا نهار الاحد اكتيفيتي مع سيمادي جماعه. أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف شخصيات ومنشآت اقتصادية وسياحية. لأنه في المخطط هذايا اللي أحبطوه لخيان كان مخطط لضرب الاقتصاد، أول حاجة ضرب الاقتصاد باش يدخلوا هشاشة للبلاد، وفي مخططهم واضح في الاستنطاقات واضح يقول لك كيفاش نضربوا الاقتصاد باش تصير فوضى في البلاد، باش تصير تجاذبات، باش تصير يعني فقدان للامن. فاحنا الرساله نتاعنا لاكم باش تنجموا تضربونا ولو حتى مسيتونا، الشعب هذا تعلم كيفاش يقاوم الارهاب، المسؤولين في البلاد هذه تعلموا كيفاش يقاوموا الارهاب، واول رد ان شاء الله ديما وحده وطنيه. حسوا سي مهدي جمعة سي ان بو ترانسوندي حتى وزير الداخلية مدنين، لأنه يعني مدنين كانوا فيديو سير بلاس، مدنين كانت من أهم المواقع، مدنين كيف كيف البارح بركة الإنجليز خرجت في موقع الحكومة بتاعهم قالوا ما تمشيوش لجنوب التونسي، جبدوا مدنين وزلريس وتوزر وغيره، وجبدوا على العملية نتاع مدنين الأخيرة زادت على القاصرين، شنو رأيك أنت في هذا؟ أول حاجة يظهر لي في الحكومة كان ثم جات عملية مدنين وبعد القاصرين، مدنين ظهرت أنه ثم نجاحات ذات طابع استباقي، والقصرين ظهرت انه ثم فشل ذات طابع دفاعي، وثم ناس استعجلوا في الحكومه قالوا احنا مرينا من الدفاع للاستباق، وفي الواقع انت متمر المرحله لمرحله الا ما تشد الساعه في مكاسب المرحله الاولى، ما جبتش تمشي للاستباق اذا كان نهورك الدفاعيه مش موجوده. واللي شفناه انه في عمليه القصرين انه معناها ثم مجموعه من الارهابيين هبطوا من الجبل قالوا خذوا اربع خمسه كراهب من الحكايه هذه دفاع شويه شك، لانه مش معقول يبنيوا العمليه نتاعهم الاستراتيجيه نتاعهم على الصدفه، وخذوا الكراهب هذوما وشقوا البلاد ومشوا قتلوا مجموعه من الناس ومشوا وروحوا الى اخره. اذا وين الدفاعي؟ الاستباق يمكن موجود، ذلك يلزم حسب رايي الاستراتيجيه هذه كلها الدفاعيه ولا الاستباقيه حول الارهاب يلزم فيها نظر اخر
وأنا قلت سابقا لابد من غرفة عمليات مشتركة ما بين كل قوات الأمن والجيش وغيره. ما نعرفش غرفة العمليات هذه قاعدة تمشي ولا لا. أسكو كي جاء مثلا جاء الخبر متاع العملية في القصرين، أسكو ثم غرفة عمليات في القصرين اللي هي الخط الأول في الحرب ضد الإرهاب اللي حاضر فيها جنرال من الجيش مع جنرال من الشرطة مع جنرال من الحرس لحجيهم المعلومة في الوقت نفسه وهو ما يعطيه الأمر مباشرة من غير ما يمروا عن طريق وزاراتهم عن طريق جزهم؟ هذه أسئلة يلزمنا نعرفوها، على خاطر أنا حسب رأيي الوقت في قضية الإرهاب هذه والحرب والعمليات هذه الوقت مهم ومهم جدا. حاسم جدا. نمشي وكيفيتي كيف كيف نهار لحد ذات تبع دولي الانتخابات الأوروبية وخاصة في فرنسا أقصى اليمين باش نشوفوا شحال مارين لوبان. هذه الانتخابات أكثر من تحذير جديد، قناعتي أنها صدمة وزلزال حقيقي. زلزال في فرنسا بعد افتكاك حزب الجبهة الشعبية لثلث مقاعد الجمهورية في البرلمان. حزب اليمين المتطرف استفاد من تعثر الحكومة اليسارية لتحقيق نتيجة تاريخية تجسد مدى انتشار النزعة الشعبوية في القارة العجوز. فرنسا ليست الوحيدة، فأحزاب اليمين المتطرف حققت نتائج باهرة في المملكة المتحدة وإيطاليا مرورا بالدنمارك. أسوار البرلمان الأوروبي ستحتضن للمرة الأولى أكبر عدد من النواب المناهضين لأوروبا. حزب يوكيب بقيادة نايجل فارش في المملكة المتحدة تصدر نتائج الانتخابات بنتيجة 29% وحصد 18 مقعدا. محسن مرزوق اللي نتابع في نشاطك نقوله بالمؤتمر 18 خلق على امتحاد الطلبة من وقتها من نهاية الثمانينات، انت كاتب مقال جيد خاصه في السياسه الدوليه. خسرنا مالوروزمون بالحق خسرنا محلل لانه عندك انت سياسي، اما ثمان ناس يقولوا انه صعود اقصى اليمين النيوكونز في 79 جاء متزامن مع الثوره الايرانيه اللي هو جاب التشنج على مستوى منظومه البلدان الاسلاميه. نفس الشيء الان الاسلاموفاشيه مع اقصى اليمين طلع في اوروبا. حسب رايك هل هذا التزامن يكاد يكون تاريخي؟ هو تزامن ضروري لانه العلاقات ما بين اوروبا والعالم الاسلامي كان ديما كانت علاقات نتاع كاين واحد يغزر روحه في المرايه وعكسه دائما، مهما تواصلت العقود وقرون من تبدلت فيها الصياغ والعلاقات. احنا كنا عند الرياده وهو ما كان ولا وهو ما عندهم الرياده وغيره، لكن في العلاقه هذه على المستوى الثقافي موجوده. لكن صعود اليمين الفاشي في اوروبا هذا شيء كان متوقع لسببين. اول شيء الازمه الاقتصاديه الخانقه اوروبا ما لقتش حلول. ثانيا ثم وضع اللي قاعده حاصله فيه مشاكل ما بين الشرق والغرب حتى في اوروبا نفسها، حكايه روسيا والى اخره واللي صار في اوكرانيا، وان هناك مع فشل الاحزاب الاشتراكيه لقوا اليسار في ان يكون عندهم خطاب واليمين هو عنده خطاب، من الضروري تطلع النزعه هذه اللي نزعه ذات طابع ايدنتيتير معناها، واعتقد ان هي موضه ليش؟ لانه لا يمكن تقوم حروب في اوروبا الان مره اخرى، فما حتى امكانيه. لذلك الخطاب الفاشي والقومي الشوفيني كان يمشيش للحرب فانه يشعل شويه ويطفى. وثانيا اعتقد انه معناها ثم امكانيه اذا كان دخلنا في الكروسونس ايكونوميك في اوروبا معناها في العام الجاي انه هذه الموجه تطيح. ولاحظوا انه هذا الموجه هذه صارت في الانتخابات الاوروبيه مش في الانتخابات الوطنيه. علاش؟ خاطر حتى الناخبين اذكياء شويه حبوا يبعثوا السينيال على المستوى الاوروبي اللي مش عنده اهميه كبيره ياسر اللي هو مش حد سياسه اوروبا بشكل عام، مش حبوا يبعثوه على مستوى الوطني. يبقى انه فعلا احنا هالمناظر اللي قاعدين نخرجوا فيها والمشاهد في دولنا تاع الناس اللي تاكل تقتل وتذبح واللي تدعو للحرب باسم الدين هذه يمكن تشجع على صعود يمين مقابل في اوروبا. البارح انا جبت نقره في المليوني تاع ماركو بولو، هكا حاب تعرف انا عن التكوين في ايطاليا، جبت نقره بعد دخلت الانترنت تلقى جماعه يذكروا يقولوا نتفكر الفاليو دالا مونتانيا معناها الشيخ الجبل انا ذاك ولي زاساسان، يعني الاوروبيين توا كي يكتبوا الانترنت ويتذكروا المليوني تاع ماركو بولو يذكروا شيخ الجبل اللي حكى عليه ماركو بولو، يعني مصدومين بالرؤى هذه. هنا ثم صدمه ونحن عملنا كل جهدنا في العشر سنين اللي فاتوا، هالامه هذه الكل المتراميه من محيط الخليج عملت كل جهد باش تخرج كان اقبح شيء فيها، ومظاهر معناها القتل ومظاهر معناها العنف اللي هو المفروض معناها ماهيش تكون الرساله للشرق هذا اللي يقولوا عليه شقر الشرق السحر وشرق معناها الجاذبيه والجمال اللي يخرجوا. ونحن تقريبا جعلنا من القبح ومن العنف هي الشعار متاع هويتنا في المده اللي فاتت، وهذا لابد من نخب اخرى تعمل جهد الان باش تخرج كل الطابع الجمالي والطابع السياسي والطابع معناها الخلاق متاع الحضاره متاعنا. نعم شو هذيك طابع جمالي. السيد رئيس الجمهوريه يوم الاثنين شو يقول على الشعب التونسي؟ تعلمون الى اي مدى
أعتبر أن انتمائنا نحن توانسة إلى أفريقيا هو شيء ضروري وهام، ويجب أن يأخذ المكان الذي نعتبر أنه جدير به. أنا دائما أضحك عندما أسمع التوانسة يقولون أنهم عندما يذهبون إلى السنغال أو إلى بوركينا فاسو أنهم يذهبون إلى أفريقيا. أضحك لأنني أعتبر أن هذا الكلام دليل على عمق جهلهم بأن أفريقيا الكلمة التي أعطت توسعت لتشمل القارة، إن أفريقيا كلمة أمازيغية تعني الشمال الغربي في تونس، وإلى حد الآن ما زالت هذه الكلمة مستعملة، وبالتالي فنحن أول الأفارقة ونحن فخورون بذلك. سمي سيدنا السلب بمكلم سيد العيس حتى أنه ثم 81 واحد شكاوا معناها قد قيدوا نذلة على أساس أنه قال تونس جاهلة. أنا رأيي ما يخذوش بجدية، أعتقد أنه السيد رئيس الجمهورية المؤقت شخص غير جدي ولا يجب التعامل معه بجدية. طبعا هو ما مثلش نفسه راه، لازم الترويكا تتحمل مسؤوليتها كلها كثلاث أحزاب في وجوده هو الآن، هذا الوجود السيء لصورة تونس ولمصالح تونس يتحملوا مسؤوليات ما خاطر موش وحده، هما حطوه ويزم يتحملوا مسؤوليات مع اللي يعمل فيه. وفي كل حالات من حسن الحظ أنه أغلبية الفاعلين الأساسيين في العالم لا يأخذونه بمأخذ الجدية الآن، ولهم ولا عواصم الدنيا تاخذوا مأخذ جدي الحمد لله، لانه هذا مش نقصنا من كوارث تصير على تونس. واعتقد انه حتى التونسيين ما فيها باس ما يطلعوش ليه بشكل جدي، وحتى كان قال حاجه اخرى أسوأ من هكايا يضحكوا ويتعداوا لحاجه اخرى، ومش لازم يخليوا المحاكم تخدم وغيره. اذا كان نهار مش يجي حسابات، وانا اعتقد انه هو كان مش واصل بالطريقه هذه خاصه في رمضان، مش عم برشا طرافة في الحياه السياسيه، تعرف التونسي يحبوا المشاهد هذه والفكاهيه في رمضان وغيره، بالك هو يلعب دور في الاتجاه هذايا، لكن ما ياخذوش بجديه، والحمد لله انه العالم اللي ياخذه بجديه. فوالا محسن مرجوق قال لكم ثم سيتكم جديد في رمضان اسمه رئيس الجمهوري. نمشيو لاكتيفيتي نتاع نهار الاثنين، كيف كيف حل روابط حمايه الثوره. الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية تقضي ابتدائيا بعد ثبوت مخالفة الرابطة للأحكام القانونية لتكوين الجمعيات، قضت بحل الرابطة وسائر فروعها وغلق جميع مقراتها وحظر أنشطتها ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة. ورغم قرار المحكمة بالإذن بالتنفيذ الوقتي دون الالتفات للاستئناف، أكد لسان الدفاع أنه سيقوم بكل الإجراءات القانونية لوقف النفاذ. من حقنا باش نعملوا الاستئناف، هو حق مكفول لكل شخص باش يستئنف الاحكام الصادره ضده، ومع امكانيه مطلب في ايقاف التنفيذ عند السيد رئيس محكمه الاستئناف بتونس، باش نعملوا مطلب في ايقاف التنفيذ وباش نبينوا شنو الاسانيد نتاعنا لايقاف التنفيذ هذايا، ريثما تبت محكمه الاستئناف في القضيه. علما بولا بوتيت ولا لا غروند ايستوار ديزون ولا لو فولكلور بوليتيك موجود في تونس، ولو حزب حركه النهضه خرج بيان يندد فيه بالاذن بالتنفيذ الفعلي، هو حكم ابتدائي اكيد جدا لان الحكم الابتدائي يتعلق بالاستئناف، لكن كذلك من حق القاضي باش يقول تنفذ على المسوده او تتخذ اجراءات دستوريه. هو في الواقع القرار هذايا خطوه في الاتجاه الصحيح، هو قرار قضائي نحترموه، لكن حسب رايي مش كافي، لابد من محاسبه الناس هذوما قضائيا على كل ما قابوا به في السنتين اللي فاتوا. لذلك هو حكم مدني هذا. حكم يعني مدني، لكن انا نطلب من الناس اللي كانوا ضحايا هذه روابط حماية الثورة تعيد تشغيل وتفعيلك القضايا اللي رفعوهم ضدهم وضد الأشخاص هذوما، والدولة نفسها المفروض كانت الدولة تتعاين هي أن الناس مارست العنف أن يتصرف ضدهم، ما يلزمش حتى شيء يخرج عن المحاسبة والمسالة. يبقى حركة النهضة بكل أسف هي اختارت هي وغيرها أن يكونوا مربوطة اسمهم بروابط حماية الثورة، وأنا سمعت الآن أنهم يعملون في ريسيكلاج، البعض منهم يحبوا يدخلوهم في السياسيين معناها في الانتخابات الجاية وغيره. أعتقد أنه هذاك كل شيء عنده ثمن سياسي، والارتباط بهالجماعات اللي مارست العنف أي واحد ارتبط بهم أكيد أنه مش يدفع ثمن سياسي. ما دام نحكي على الثمن، ثم اللي يقولوا كذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيه ثمن، ونشوف إيش قال سي حسين عباسة من عام تحدى عام الشغل في هذا. كيف يمكن أن نقبل برفع الأسعار في وقت أن الأجور مجمدة؟ معناها هي الحوار الاقتصادي من المفروض أنه ينظر كيفاش يخفض من الأسعار، كيفاش يكثف من الرقابة، لأن هناك مسالك متاع توزيع قاعدة تخدم باش توحد من العرض والطلب بالنسبة للمواطنين، ومن هاك تجي ارتفاع الأسعار. جملة المسائل هذه يقع
الحوار لإيجاد الحلول لها. نحن ماناش قابلين باش الأسعار ترتفع، وخاصة بالنسبة للأسعار بالنسبة للمواد المدعومة، يلزم رفعها على غير المستحقين لها، أما بالنسبة للمستحقين لها سوف لن نقبل باش تتغير ولو إضافة مليم واحد في علاقة بضعفاء الحال واللي الدعم جعل من أجل. محسوم الجو سما يقولوا في البروسيس هكا دو ترانزيسيون بوليتيك وانت خدمت على الناس اللي يقولوا ديما لازم تلقى قاسم مشترك يجمع الناس بون توا رباعي نتاع الحوار ويستروف رباعي اقوى طرف فيه وتحدى عامة الشغل، اما يقولوا زاد تحدى عامة الشغل في فتره ما انسى كذلك الفوكاسيون نتاعو نتاع الدفاع على القدره الشرعيه عنده 800,000 مخالف وكذلك الشعب التونسي علق عليها مال كبير. هل ترى انه السياسه الاقتصاديه الحاليه اللي فيها رفع الدعم ومس بالقدره الشرعيه وزياده في الاسعار ضرورية، وهل أنه الاتحاد كذلك رغم أنه وعي الحوار داعي الحوار ينجم يلمن دون كلينو ويساعد في الحكاية هذه؟ هي تو البعضلة في المراحل الانتقالية هي كيفاش في نفس الوقت ننهيه مرحلة انتقال سياسي بدون ما نفتح ملفات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ولكن نعانيه من أزمة اقتصادية واجتماعية. هذه دي ما يصير، كيفاش مش تعاني الأزمة وما تحلهاش على حساب الناس الكادحين وفي نفس الوقت تقدم في المسار السياسي. احنا في تونس زدنا معضلة أخرى هي الإرهاب، هذم أربعة من بعضهم يزم واحد يحاول كيفاش يخدم به. هنا الفاعلين الاجتماعيين كما الخدامة والشغيلة والناس الكادحين يقول لك يا أخويا مش على حسابي أنا، تحب تلقى حلول لقى حلول على حساب الناس كل. هنا يلزم الحكومة زادة تفهم، نعرف اللي ثم ضغط من الصناديق الدولية وإلى آخره حول هذا الموضوع والإصلاحات الهيكلية، والحكومة نفسها في معضلة، أسكو هي حكومة موقتة ولا مش تعمل إصلاحات هيكلية؟ يعني هذا كله أحسن حاجة ليه هو الحوار. نحن لو كان السيد بندرجعوا له تو السيد موسى مرزوقي والأحزاب السياسية الأخرى اللي في الترويكا كنا ما حناش إلهيين ومدخلين رواحنا في العلاقات الدولية ومدخلين في شؤون الناس الآخرين، وكان ما استعديناش الخليج وكان ما استعديناش الناس، ما وراو عندنا قدرة الآن ناخذوا هالقداش هالميتين وثلاثمائة مليون دولار اللي حشنا بهم تاع العام هذايا على الأقل بالنسبة لحكاية صندوق التعويض نوقفوه لتا على أساس أنه ما نمسوه إلا بإصلاحات بعد الانتخابات المقبلة اللي مش تجيب حكومة عندها شرعية خمس سنوات عندها القدرة باش تبدأ في الإصلاحات الهيكلية. لكن احنا لقينا روحنا قاعدين في ما عندناش القدرة هذه، أن ندعو الحكومة أن تحاول تلقى، هي نعرف أنه صعيب ياسر والمتفرج فارس، تحاول تلقى حلول من غير ما يكون هذاك على حساب توتير الوضع الاجتماعي، لانه يعني اذا كان توتر الوضع الاجتماعي اكثر من اللي هو تو لا ثم الانتخابات ولا ثم حد شيء ولا الارهاب زين قويوه. حكيت كذلك على عنصر اخر للارهاب، اكيد جدا للارهاب نهار الاربعاء الحادثه نتاع القاثرين، نعاودوا نشوفوا باش نوريك ريبورتاج عملوا زملائنا في التونسيه في كلام الناس عجبنا استاذناه وخذيناه. مع 11:30 متاع الليل في القصرين، مجموعة إرهابية تضم أكثر من 10 أطراف ما بيناتهم جزائري، على الأرجح أنها هبطت من جبل السلوم ووصلت الحي الزهور. المجموعة تنجح باش تفك سيارة رباعية الدفع من نوع دي ماكس. مصدر أمني كشف للصباح نيوز في تفاصيل جديدة حول العملية الإرهابية في القصرين، وإنه شاحنة من نوع SUV دي ماكس على متنها 3 أشخاص تعرض لهم الإرهابيون بزي أمني وطالبوهم بالاستظهار ببطاقات هويتهم على أساس تثبت أمني روتيني، ولكنهم فوجئوا بالإرهابيين وهم يفتكون سيارتهم واحتجزوهم وتركوا إرهابيين 2 لحراستهم. قبل بداية العملية سمعوا بعض شهود عيان صوت فوشيك يبدو أنه استعمل للتمويه في برشا بلايس متفرقة في القصرين. السيارة دارت وراء منطقة الحرس الوطني ومن بعد بدأ إطلاق النار الموجه لحراس دار وزير الداخلية لطفي بن جدو. حراسة الدار كانوا موجودين 4 أعوان في جراج الدار وقع مباغتتهم وتوفاوا على عين المكان، وكانوا موجودين زادة 3 أعوان فوق السطح تعرضوا لجروح بعد تبادل إطلاق النار. العملية تقف في المستوى هذا بعد تقريبا 45 دقيقة، وبعد القيام بالعملية الإرهابية عادوا إلى النقطة التي احتجزوا فيها المدنيين 3 مصحوبين بسيارة من نوع اصطفات أودعوا فيها المحتجزين، ثم قاموا بجولة في شوارع حي زهور بقصرين وهم يكبرون في دلالة على نجاح عمليتهم الإرهابية. والمجموعة يبدو أنها تفرقت وتراجعت من بعد الجبل مع مطاردة أمنية. العملية خلفت 3 جرحى وخلفت زادة 4 شهداء، وهم رضا العجيلي أصيل القروان، نيفر العيادي حافظ أمن من القيروان، علي الغذباني حافظ أمن من القصرين، رضا الشابي ملازم من القصرين، الله يرحمهم وينعمهم. أنا الحمد ونعم، هذا عمل عملوه زملائنا في قناة التونسية وبالذات برنامج كلام الناس.
قلعة هي بيان سور، لكن توا لي لون كومونس ا سوديري، شو وقع في القصير شو قلعتك انت؟ انا ثم شيء ما حصل الظاهر مش عادي بالكل، لانه ما يجم حتى واحد يقنعني انه المدينه اللي هي في الخط الاول في الحرب ضد الارهاب، المدينه اللي فيها تجمع نتاع القوات التونسيه النخبه سواء كان العسكريه وغيره، المدينه المفروض عندهم علم انه ثم في نفس الوقت معسكرات ارهابيه في الجبل، لكن قالوا برشا مرات انه يمكن عندهم خلايا مسانده موجودين في المدينه، مش معقول المدينه المفروض تكون تحت حراسه امنيه كبيره هذه، انه تحصل فيها عمليه بالطريقه هذه، يحصل فيها تسلل، ويحصل فيها عمليه وخروج وانسحاب بدون معناها ما يتضر حتى واحد من الجماعه هذوما، وتقريبا ما عرفش انا صحيح ولا، الجماعه احتفلوا بانتصار. ثم شيء ما خلل كبير جدا فادح جدا، يلزم فيه تحقيق ويلزم فيه سياسه. ما حسب لك خلل من جاي؟ منين جاي الخلل؟ ثم يحكي على موازي، ثم خلل امام موازي، ولا ثم ما ثماش تنسيق ما بين مختلف الهياكل؟ لكن حتى ما ثماش تنسيق، مش معقول معناها هذوما الكل يعملوا يمشيوا وما ثم حتى فرقه وحدها فهمت الله موجوده في مكان ما قامت، وينو عمل الاستخبارات اللي قاعد موجود معناها نتاع الواحد؟ وينو عمل الاسترشاد؟ وينو معناها القوات اللي هي قاعده منتصبه ثميكا؟ والجبال هذايا مش قلنا الجبال هذايا احنا معناها دخل فيها الجيش وبدا يحرر فيها والى اخره، وعطينا للناس معلومات حول هذا الموضوع. اعتقد ثم اشياء كبيره جدا، فثم فشل فادح جدا صار، ولابد من تحميل المسؤوليه فيه، وانا طبعا نترحم على الشهداء، ونحب نعبر عن اكباري لبطوله الشباب نتاع القصرين اللي هما القصرنيه اللي خرجوا، كانوا هم موجودين قبل قوات الامن تقريبا معناها في العمليه هذه. وكما ثم اعلى قمه في تونس هي قمه الشعانبي، اعتقد انه زاد اعلى قمه كبرياء موجودة في تونس تتفهم زي ما تكون زي في القصرين، والحمد لله أنه كانوا هذو الناس موجودين، ولكن الحكومة بصراحة تجم تقول أن هي كانت أداءها في هذا الموضوع على الحكومة كل حملة مسؤولية مش كوزارة الداخلية في فشل كبير جدا. نرجع الموضوع هذا بعد الفاصل الإشهاري.